بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر بطاعته واتباعه والاقتداء به، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على طريقهم في العمل والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لفظا ومعنى، وهي قسم من السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. وأما بقية الأحاديث فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله عز وجل، لأن السنة كلها وحي من الله، كما قال تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما كان منها من الله لفظا ومعنى فهو الحديث النبوي القدسي، وما كان معناه من الله دون لفظه فهو حديث نبوي غير قدسي. وكل من الحديث القدسي والحديث غير القدسي سنة نبوية يجب تصديقها والإيمان بها والعمل بها واتباعها، لأن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام بإجماع المسلمين، ومن جحد حجيتها فهو كافر. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. والأدلة على وجوب العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها إلى جانب القرآن الكريم أدلة كثيرة، كيف لا وهي المبينة للقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وليس في هذا خلاف بين علماء المسلمين ولله الحمد والمنة، وإنما يثير أهل الزيغ والضلال شبها داحضة حول السنة، قد رد عليهم علماء المسلمين قديما وحديثا بردود فضحت باطلهم وكشفت زيفهم وردتهم على أعقابهم خاسئين ذليلين. ومعروف هدف هؤلاء أنهم يريدون القضاء على الإسلام بالتشكيك في أصوله، لأنهم إذا أبطلوا العمل بالسنة فقد أبطلوا العمل بالقرآن، لأن القرآن يحتاج إلى بيان السنة له، وإذا عطل العمل بالكتاب والسنة قضي على الإسلام، وهذا ما يريدون. ومن ورائهم منظمات سرية من الكفرة تضع لهم الخطط وتلقنهم الشبه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمسلمون بحمد الله لا تروج عليهم هذه الدعايات المغرضة، ولا يخفى عليهم ما وراءها من الأيدي الأثيمة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
قال الإمام ابن كثير على قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به ويبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب هو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. هذا. ونعود إلى موضوع حديثنا وهو الأحاديث القدسية، وتخصيصها بهذا الوصف يضفي عليها ميزة خاصة من بين سائر الأحاديث، لأن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فيكون المتكلم به هو الله عز وجل، والراوي له هو النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكفى بذلك شرفا. والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، والتقديس التنزيه، ومن أسماء الله تعالى القدوس. قال ابن كثير: قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتاده أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام، وقال القرطبي أي المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل عيب. قد ذكر العلماء فروقا بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، وإن كان كل منهما كلام الله عز وجل، منها أن القرآن ثبت كله بالتواتر، والأحاديث القدسية غالبها أخبار آحاد، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. ومن الفروق بينهما أن القرآن معجز بلفظه، لا يمكن لأحد من الجن والإنس محاكاته، بخلاف الحديث القدسي فليس معجزا بلفظه. ومنها أن القرآن متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، وقراءته عبادة يثاب عليها. والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته ولا تجزئ القراءة به في الصلاة، والقرآن الكريم لا تجوز قراءته لمن عليه حدث أكبر، ولا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، بخلاف الحديث القدسي فإنه تجوز قراءته ومسه على غير طهارة. والفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث غير القدسي معناه وحي من الله عز وجل، ولفظه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا. ولأهمية الأحاديث القدسية فقد ألفت فيها مؤلفات خاصة، كمؤلف المناوي الذي سماه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية وغيره، وسنتناول في برنامجنا هذا إن شاء الله ما تيسر من تلك الأحاديث بالشرح والبيان، ونسأل الله الإعانة والإثابة، وأن ينفعنا بذلك وينفع به إخواننا المستمعين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.